عزيزي المشاهد، تخيل نفسك في عام 2017، فجأة تدخل على اليوتيوب وتلاقي الكل بتكلم عن لعبة واحدة وهي لعبة فورتنايت. خلونا اليوم نجرب فورتنايت السيزون الأول. اوكي يا شباب، نزلنا نص الخريطة. هنشوف اول شيء الماب. يا شباب عمر على الماب والله. انا اركب لزين حتى هاي الكبسة ملهاش صوت. هذا الحمامات هون، المزرعة موسم اير. طبعا السيزون الاول ما كانش فيه تلتد، السيزون الثاني انضاف تلتد. هذا ايش هذا؟ مش بقدرش اكبر. خلينا نستكشف المدن على السريع. هاي سولتي يا جماعة، هاي سولتي القديمة، سولتي الحلوة. اوكي نايس. طبعا فيش تربو. اوه صح 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 يا شباب، زمان ما كنتش تقدر تبني على كثير اشياء، يعني زي شجر ما تقدرش تبني عليها. السيارة زي ما انتم شايفين ما بقدرش ابني. طل هديت. طبعا فيش تيربو بيلدينج، يعني بتبني زي هيك. ها بدك تكبس كبس. فيش تيربو بيلدينج، لا كان في 90s ولا معرقين ولا بيس كنترول ولا بطيخ. تقدرش تبني على السيارات ولا على الشجر. طيب خلينا نروح نشوف مدن تانية. نروح وين؟ عدستي. يا جماعة البنا كان يقهر، مش عارف كيف كنا نلعب اللعبة. بدك تكبس كل كبسة لحالها، يعني كل اشي بدك تحطه بدك تكبسه. خلص اتش 90s بدك تكبس كبسة. طبعا الحلوة انك بتشوف من ورا الجدران. دقيقة عشان اشوف، شايف؟ انا دايما قدرت بشوف من ورا الجدران زي هيك، تشوف من ورا. هذا كان اشي حلو والله، ما كل الجدران. شايفين؟ هذا اشي والله كان جميل. هاي دستي ديبوت يا جماعة، قبل ما ينزل ينيزك عليها ويفجرها وتصير هون حفرة. والله كانت اللعبة بسيطة وجميلة والله، والله ذكريات. خلينا نروح ريتيل، خلينا نروح ريتيل. هاي هي ريتيل يا شباب، مش ريتيل تبعت الشابتر الثاني. هاي ريتيل، على البيت كنا ننزل فوقه وندخل من هاي الفتحات. يا الله شكلها مستفزة، كيف كنا نلعب اللعبة؟ واحنا اصلا ما كناش نبني صح. في هذا الفتحات كنا ندخل منهم. مرقني. كنا ننزل على طول ندخل من هنا. كانت سيارة الشرطة ما تكسرت، سيارة تمنع. يا جماعة السجن. اخ يا جماعة هاي السجن. هاي مويستي غاد، هاي مويستي يا جماعة، اكثر مدينة فيها خشب بالدنيا. الشجرة هاي كانت تعطي فوق 150، ترى الشجر الكبير هذا. بس مشكلتها المي، هاي تقعد تمشي فيها زي البهلوان. شوف شوف كيف المي. والله سباحة نعمة. باي مستحيل مستحيل البنا كان. حتى فيش كونفيرم اديتون ريليز. اخ يا شباب، هاي هي اناركي، هاي نفس المزرعة اللي تحت بس على اكبر.
ما والله اللعبة كانت حلوة، كان نفسي أجرب الأسلحة وأجرب الشيستات بس ما بقدرش للأسف، ما اكتشفت على الشيستات. السيزون الخامس في متل باس، شكل متل باس قديم. دقيقة خلينا نحط الصوت. تمام، متل باس دريفت. يما يا اخوان والله ذكريات. ايوه يا عمي، خلينا نشوف الخالد، خلينا نشوف الخالد، متحمس خالد. ونطعم من التحديات القديم، كان ما احلى. والباتل ستار اللي تقعد تدور عليها بالماب، يا الله كان احلى. اللكر القديمة. طيب خلينا نجرب يا اخوان فتل فيلد. ايام فتل فيلد. المشكلة بقدرش افتح صناديق. طب بدنا ايش نتنقل؟ كيف كنا نمشي احنا بالمدينة هاي؟ احب اروح ليزي، والله ليزي حاب اروح لها. يا اخوان سكرت دستي كاملة. خلاص خلينا نروح نكمل استكشاف. والله ذكريات يا اخوان. ليزي اكثر مدينة حبيتها باللعبة والله. الذكريات. هو في سيارة ما بقدر اركبها. يا ليزي ما الذكريات، هاي ما كنتش تقدر تطلع عليها زي هالساعات توقف. في غيرها كان بيت بتقدر تعمل له ايديت هناك من الحديد بعد السيزون السادس او السابع من بعض ما بعرف. ليش ما بقدرش افتح الشيستات؟ اشوف السيارة بنقدر نركبها اسرع. نشوف. Let's go. نشوف المكان. تروح خلينا نروح لوت ليك. هاي لوت ليك القديمة، أقدم إشي اللي كان فيه بيت بالنص. بس هذا السيزون الخامس، لوت ليك السيزون الخامس. هاي بيت تد يا جماعة، بيت تد يا شباب. من صف هون. خيام تلتل انت برضو صفوان. برج الساعة، يا الله كان ينزل فوق برج الساعة. هذا ألف واحد ينزل كله بكيكسات ينزل فقط. هاي تلتل يا شباب مع كرة السلة. اوه شوبن كارت زمان انا والله. كل ما انزل انزل نزل زي خراج على الشيست. هذا هتلاقي زراقه وخرب من كل مكان. يا جماعة كريزي وتلتي ملعب وسنوبي جسم. بس شباب هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم وحبينا نسترجع الذكريات هيك. وإذا بتحبوا كمان ننزل سيزونات ثانية نجربها نشوف التحديثات اللي فيها، واكتبوا لي تحت في التعليقات. وممكن كمان نلعب أحداث
زي حدث البركان او حدث الصاروخ او غيرهم. اكتبوا لنا تحت في التعليقات اذا بتحبوا نجربهم، بنجربهم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. وبس، كان معكم احمد، مع السلامه.